واش لافامي؟ السلام عليكم، مرحبا بكم في فلوق جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في نهار جديد، مرحبا بكم في فلوق جديد. اليوم غادي ندير الفلوق اللي طلبتوني عليه، اللي انا اقترحته عليكم، وانتم بطبيعه الحال 95% ديالكم قالت لي وي بغيناه. اللي هو غادي نشرح لكم اليوم كيفاش كدوز الخدمه في الراديو، شنو هو الماتيريال باش كنخدموا، شنو هما لي بروغرام باش كنخدموا، كيفاش كنطلقوا اللايف، كيفاش كندوز الميسيون من ا تال زد. وواحد الخبر اللي ما غاديش يعجبكم، وانا بعدا ما عجبنيش الصراحه، اللي غادي نقول لكم اليوم، اللي هو الياس مشى. الياس مشى رجع لكازا، غير ديك الساعه تفرقت معاه، ما بغيتش نصور ديك البارتي فاش سالمت معاه، وهذا حيت فريمون كانت واحد اللحظه اللي كانت تمشي، والله العظيم ما نكذبش عليكم، ما لازم تدويت بقى، ما لازم تدويت باقي على هذا الشيء، غادي نبكي لكم قدام، والله العظيم ما سخيتش به، ما والله العظيم ما سخيتش نتفارق معاه، لا هو لا الدراري لا مين وانوار، غير هنايا في اكادير كنشوفهم، غنشوفهم وقت ما بغيت، ولكن غنتشوفوا وقت ما بغينا، ولكن الياس ما نكذبش عليكم بحق الله العظيم. ما بغيت كاع نقول هذا الشيء، ولكن والله والله الا مشى وملي دخلت للدار بقيت كندب معاه بوحدي، والله العظيم عزيز عليا داك الصاد، ما نكذبش عليكم، كنعتبرو خويا اللي ما ولدتوش ليا الوالده، يعني واحد الاخ ديالي اللي بزاف، والله تاع عزيز عليا بزاف، و دوز هاد الايامات دوزنا شحال من حاجه، دوزنا حوايج زوينين حوايج خايبين بزاف بزاف بزاف. دونك طريق سلامه حبيبي، دابا راه غتكون وصلتي. طلع ليا براسك، شكرا شكرا بزاف على كاع هاد الايام اللي دوزتي معايا، على كاع الاوقات اللي دوزتي معايا، على كاع الحوايج اللي بارطاجيتي معايا، على اي حاجه دوزنا انا وياك ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. شكرا لامين حتى هو اللي صبر علينا في كاع هاد الايامات هادو، شكرا لانوار حتى هو اللي تصطر معنا ومشى معنا وعطانا وقته في هاد الايامات كاملين، تحيه لكاع الدراري، وما نساوش زهير حتى هو، تحيه لكم كاملين، والله العظيم الا هاد الايامات عرفنا شحال من حوايج زوينين اللي ما كناش نعرفوهم، والسبب بطبيعه الحال كيرجع لالياس اللي جا ولا قالنا بزهير اللي هو عشيرو، شحال من حاجه وتعاشرنا كثار، شحال من حاجه، هادشي بطبيعه الحال الفضل ديال الله وبسبب الياس، كل ما جاش ما كناش غادي نعيشوا هاد الايامات هادو. بقات لي 10 دقائق باش نبدا ليميسيون ديالي، دابا 26 هادي 6:30 خصني نبدا ليميسيون ديالي، دونك المهم تنساليو ملي غنسالي ليميسيون ديك الساعه غادي نشرح لكم اي حاجه هنايا، لا من الماتيريال لا من لي بروغرام، لا كيفاش كنطلق اللايف، كيفاش كندوي مع الناس لي زابيل. اول حاجه غنوريها لكم اللي هي هادي بورتابل ديالي، هنا كنعلقو باش ندوز اللايف في اللوبس، لو تسمحوا لي اوب 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 شتو انا باش ندوز اللايف في اللوبس، كنخدم الكاميرا ديال 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 القدام ديال البورتابل باش نشد بها العبار، فوالا هاد التويشيه هادي، هاد السيبورا هادي اللي راكم كتعرفوها، ديك السيبورا اللي راكم كتعرفوها اللي هي واحد السيبورا صغيره كتبقى ما عرفتش كتقال ليها فليكسيبل ولا ما عرفتش، ما عرفتش شنو كيتقال ليها فليكسيبل ولا كتبقى تعواجو كيما بيدي فيها كديرو. دونك نساليو ليميسيون ونشرح لكم، اوكي فوالا. الناس اللي معنا في اللايف في اللوبس لايف، العنيده ياس، العنيده زكي، شكون مازال؟ اميمه، هند، هاجر، زيد، سلمى، وليد، حنان، زينب، فاطمه، نعيمه، سكينه، عيسى، زكريا، عبد الرحيم، ايوب، كوثر، صلاح، الامير، الياس، سناء هي العنيده، يوسف، مريم، ملكه، خوله، محمد، رباب، شيماء، جيهان، توفيق، تحيه توفيق ديما معنا، وقيل اسامه، زينب، اميمه، جاشي، وحنين، شكون مازال دي غاز زينب، اميمه 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 اميمه، انوار، انا، شكون انت؟ فيصل، ربي يخليك، الياس، زينب، اسماء، امل، شكرا لكم بزاف كاع الناس اللي حاضرين معنا في اللايف. او غادي نتوما غادي تجلسوا تما وغادي تفرجوا فينا حتى نساليو ليميسيون، اوكي بقاو هكا. ما تصورتش، اجينا ما تصورتش، غادي نقولها باقا الكاميرا كتصور، مغربيه صح، مغربيه صح، هي واحد الاخت اللي كتجاوب ديما صح، هي اصلا دايره في البروفيل ديالها مغربيه صح ولكن كتجاوب صح. نذكركم مستمعينا الكرام ديالكم في الاستماع لغاني جاني نجيبها، ونذكركم بالارقام ديالنا 0625511158، وعيد 0625511158 للاستماع معكم الى ديرو www.radioagia.ma/live، وعيد www.radioagia.ma/live تحيه لكاع الناس اللي معنا في اللوبس لايف، ديديكاس لكم كاملين، ديرو في جوجل بلاي راديو اجيا غتخرج لكم ابليكاسيون انستايو عندكم، تحيه لكم، غاني جاني نجيبها ونرجع لكم، ما تمشيو غادي نمشيو لسؤال اخر، غنمشيو لسؤال اخر. شتو ليميسيون كي كدوز بالاسئلة والناس مع اللايف في اللوبس، دابا راه كندوي معاكم وكندوي مع الفلوق. أين يقع خليج قابس؟
يلا جاوبوني اين يقع خليج قادس وتا نتوما اللي في اللايف جاوبوني في كومونتير دابا وقفوا وجاوبوني من بعد مساله لك كاملين غاني جاب نجيبها مساله كامل غادي ندوزو كامل غادي نسمعوا لرضوان الاسمر ناكر الحسان بقاو معنا نذكركم بالارقام ديالنا 0655581858 ناكر الحسان رضوان الاسمر ونرجعوا لكم اي جاوبتوا ولا مازال فلسطين المكسيك تونس صحراويه ماشي صح الهند تونس وا 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 فوالا 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 شكون اللي قال تونس شكون اللي قال تونس اجي هنا اصبروا مغربيه صح شتي شكون ليكم مغربيه صح هي اللي قالت تونس وكتجاوب ديما صح دونك تونس يقع الخليج قابس في تونس اوكي ما هي او ما هي الدوله الاولى التي استخدمت غازات سامه في الحروب جوجل لا ما تجوجليش المانيا رباب وي المانيا 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 شنو شنو قالت لنا العنيده قالت لنا ما قدرت نجاوب على حتى شي سؤال خربتي لي مشاعري لهذه الدرجه مكنخه ماذا يقال لصوت النمر لا لا ما كاين لا زائر ما كاين لا نهيق ما كاين لا شهيق لا زفير لا حرير لا خطير واقدر دارك اكتخربوا اكت نحوا في الاحرف مغربيه صح الخرخره مغربيه صح عاوتاني واش شفتوا عليها مغربيه صح هي اللي كتجاوب مزيان بزاف الخرخره سميتو الخرخره صوت النمر يقال له الخرخره اوكي اذا من الناس انا كامل وسام كرام من الشونطاج شاكره في تينك مع مالي ما غادي ندوزو كامل غنسمعوا اغنيه اخرى بطبيعه الحال غادي نمشيو نسمعوا الاغنيه المغربيه حنان الخطر تاعها دي نرجع لكم بقاو معنا نذكركم بالارقام ديالنا 0655581858 هذا هو الرقم ديالنا بغيتوا تصلوا بنا ولا تصيفطوا لنا رسائلكم في الواتساب او تصلوا بنا في الواتساب كذلك مرحبا والف مرحبا للاستماع معكم الى ديرو تخوا دبليو في بوان راديو اجاد وين ما ساش لايف حنان الخضر تاعها دي نرجع لكم تمشيو في التحدي اي شتو كي كدوز ليميسيون كدوز محيح ديال بصح عرفتي عاد ساليت بحيت بقيت كنغوت كل نهار كنبح وكنتشاف في ذاك النهار الله قلت لي عاوتاني كنبح وكنتشاف في ذاك النهار دونك عاد ساليت ليميسيون دابا عرفتي خوكم فيه الجوع ديال بصح ما تغطيتش مازال ما تغطيتش ولي لا لا شوف شتو دابا غادي نوريكم كيفاش كنخدمو شناهوما الماتيريال باش كنخدمو غادي نبداو بأول حاجة اللي باينة اللي هي لا طابل دونك هاد لاطابل هادي هي باش هي فاش كتبرونشي لي مايك كاملين ها هو هذا ها هما دي مايك اخرين شوم فوالا هاد لاطابل هادي فاش كتبرونشي لي مايك وكتبرونشي هذا هو اللي كيجيب الصوت من البي سي يعني كندوزو شوفوا فاش كنتفرج بعدا الفلوق ديالي تقد كنتفرج في الفلوق ديالي دونك هاد الكابل هذا هاد الكابل هذا هو اللي كيجيب الصوت من البي سي يعني ديك المزيكا اللي كنبقاو نطلقوا لكم يعني ديك المزيكا اللي كنبقاو نطلقوا كتسمعوها كتجي من هاد البي سي هذا وكدوز لاطابل من هاد الكابل اللي وريتكم باش كدوز لهاد البي سي عاوتاني هاد البي سي اللي فيه البروغرام اللي كيدوز لكم الصوت اللي كتسمعوا ليه نتوما في لا راديو سميتو سام برودكاستر سام برودكاستر هو البروغرام اللي كيدوز لكم نتوما الصوت اللي كتسمعوا داك لا راديو اللي كتسمعوا نتوما دوك الاغاني والصوت ديالي والصوت ديال لي زانيماتور الاخرين دوك لي زيميسيون اللي كيدوزو كاملين هذا البروغرام هذا هو اللي كيدوزهم ليكم ودوك الاغاني اللي كتسمعوا كنطلقوهم من هذا البروغرام اللي سميتو راديو دي جي شفتوه هذا البروغرام هذا كتستفنى الاغاني كتستف كاع المزيكات اللي بغيتي تدوز باش كيدوزو بحال مثلا هذا فاطمه الزهراء العروسي غنطلق له غادي يخدم فوالا سمعتو كنحبسوه من هنا باش يسكت كاينين لي سبوت ديال الجينجل لي سبوت ديال الجينجل هما دوك الاشارات اللي كتسمعو ما بين كل اغنيه واغنيه يعني داك الفاصل مثلا كتسمعو ديك راديو اجيال غادي تسمعو لهادي كاينه هادي باش كنخدم بزاف انايا في الانترو ديال لي ميسيون هانتوما سمعو ليها فوالا هادي هي هذا هو الجينجل باش كنخدم انايا ملي كنبدا لي ميسيون غادي نفوه ملي كنبدا لي ميسيون هذا هو الجينجل باش كنبدا اون فوا كيسالي هاد الجينجل كنعطي انا داك التقديم ديالي وكاين واحد اخر كنولي نخدم به ما بين كل اغنيه واغنيه اوكي اللي هو هذا هاد الميدلي كيتسمى ميدلي اجيال هانتوما غتسمعوه دابا سمعوا احسن ما كاين في الموسيقى ها
غادي تسمعوه دابا. دونك هذا كيتسمى ميد لي اجيال، هو واش كنخدم انا ما بين كل اغنيه واغنيه. اوكي دونك قلت لكم راديو دي جي هو اللي كنطلقوا منه الاغاني، والسام برودكاستر هو اللي كيدوز لكم نتوما دوك الاغاني كتسمعوهم في الراديو. اوكي هاد جوج بروغرامات تهنينا منهم. مثلا الا طلقنا الاغنيه هكا وخلينا هكا يا كيتسمع، راه الناس غادي يكونوا كيسمعونا، ولكن الا هبط هكا حتى واحد ما غيولي يسمع. الناس اللي كيتصنتوا للراديو ما غيسمعوا حتى حاجه، دونك خصني ديما هذا يبقى طالع. الا بغيتهم هما يسمعوا انا ما نسمعش، غادي نقص عندي انا في الكاسك وغنخلي المزيكا طالعه عندهم هما. ما عرفت واش كنشرح مزيان ولا لا. دونك هاد السون برودكاستر الا بغينا نطلقوا اللايف ساهل حالو، كنجيو كنكليكيو على هاد اللعيبه هادي، هاد التويشيه هادي، كنكليكيو على الحمراء، من بعد كنكليكيو على بلاي. ها هي اوكي، ما نقدرش نطلع دابا حيت ما بدا حتى شي ايميسيون. الا بغينا نحبسوه كنكليكيو على الزرقاء وكنكليكيو على هاد المربع هذا. كيف تصبح منشط اذاعي في 10 دقائق؟ هاد غاديو ديال الجهاد لا ما بغيتيش تخدم به، هو انا ما كنخدمش به بزاف في المزيكات. علاش؟ حيت الناس اللي كيكونوا معايا في اللايف هما كيختاروا الاغاني اللي كيبغيو يدوزوا. اوكي دونك ما كنخدمش به هو، حيت هو كتدخل ليه كاع الاغاني اللي بغيتي انت كتحطهم فيه، دونك كتمشي كدوز اي اغنيه بغيتي. ولكن ملي المستمع كيطلب لك شي اغنيه يقدر هو يطلب لك شي اغنيه اللي انت ما عندكش في غاديو دي جي، ما عندكش في البلاي ليست ديالك. دونك شنو كندير؟ كنكون ديجا موجد شحال من باج في اليوتيوب. فوالا كيما شفتوا اغلبيه انا كنخدم غير في اليوتيوب. اوكي دونك اي اغنيه طلبها كنمشي نديرها في الريسيرش في اليوتيوب، كنطلعها بحال هاد شيب اوفيو بحال شحال من لعيبه وكنبقى ندوزها. وبالنسبه عارف شحال من واحد غادي يقول الكوبي رايت او لا، دونك الراديو ما فيهش الكوبي رايت، عندك الحق دوز اي اغنيه بغيتي، ما كايناش الكوبي رايت. علاش؟ حيت كتبقى تخلص واحد شي لعيبه كتخلصها كل عام. وبطبيعه الحال بورتابل، هذا البورتابل هذا هو اللي كيجيب هو اللي كيجيب لي زابيل ديال المستمعين، الناس اللي كيتصنتوا، واللعيبه ديالو ها هي في لاطابل كتطلع، كنجاوب حتى كنسالي كنهبط عاوتاني. خليت واحد الكومونتير داك النهار قال لي كيفاش كتعرفوا الناس اللي فهمتي زعما اللي يقدروا يسبوك في الراديو مباشره، حيت داكشي كابيل كيكون لايف الناس كيسمعوا، الناس اللي غيسبوك اولا الناس. دونك انت اصلا كتقرا الشخصيه في الاول، غير من الاول كتعرف فهمتي. انا ديجا وقعت ليا واحد كان غادي يسبني في وسط الراديو، ولكن حبست قبل ما يسب، عرفته وقريته مع الجواب داكشي اللي قال، حبست لابيل وكملت بحال ما وقع حتى حاجه، ولكن قبل ما يسب. علاش؟ يعني خاص تكون عندك واحد اللعيبه في بالك مع الولف، كتولي عارف الناس مع كثرت لي زابيل وهذا، كتولي عارف بنادم اللي غيسب او اللي غيخسر الهضره من بنادم اللي اتصل فعلا باش انه يدوي معاك ويدوي في الراديو، فهمتي؟ يعني هذه كتجي مع التجربه، ما عندهاش شي لعيبه او لا، هذه كتجي مع التجربه. وبطبيعه الحال النماري اللي بريفي ما كنجاوبوش عليهم، خاص النمره تبان، حيت اللي مصون عليك بريفي في الراديو دونك ناوي شي حاجه ماشي هي هذيك. شحال من واحد وشحال من وحده كيبقى يصيفط لك يقول لي كيفاش بغيت نجرب هذه التجربه ديال الانيماسيون في الراديو، فوالا بغيت نولي انيماتور، بغيت نولي انيماتريس. دونك اي واحد مرحبا به الراديو ديالكم، اي واحد بغى يجرب او اللي بغى يدوز معايا ايميسيون ويتيستي او شي حاجه، مرحبا والف مرحبا. صيفطوا لي لي ميساج في لاباج ديالي فيصل فلوغ او في الانستغرام ديالي فيصل فلوغ ونتواصل معكم. مرحبا الف مرحبا، ندوزكم كاملين في ليميسيون ديالي، كاين حتى مشكل. دونك هادشي اللي كاين تهلاو فيوسكم حتى الفلوغ جديد ان شاء الله. كنبغيكم كاملين، شكرا لكم بزاف على الوفاء ديالكم وعلى المتابعه ديالكم وعلى اللايكات ديالكم. هاد الفلوغ هذا بما انني بارطاجيت معاكم شويه ديال الافاده وكنتمنى نكون فدتكم، بما انني بارطاجيت معاكم هادشي كنتمنى هاد الفلوغ هذا يوصل 5000 لايك. 5000 لايك، ديروا لايك، حبس الفيديو دابا الا مازال ما درتيش لايك ودير لايك. 5000 لايك ان شاء الله. شكرا لكم بزاف، شكرا لاي واحد كيدير لايك، شكرا لاي واحد كيدير كومونتير، شكرا لاي واحد كيدخل يقلب على فيصل فلوغ باش يتفرج فيه. تحيه لكم، كنبغيكم كاملين، تفلوغ جديد ان شاء الله. باي.